أعلنت الفنانة الاستعراضية المصرية فيفي عبدو عن دعمها بطريقة غير مباشرة للفنان المغربي سعد المجرد بعد إلغاء حفله بالقاهرة بعد حملة أطلقها ناشطات على خلفية القضية التي يتابع عليها في فرنسا. ونشرت فيفي عبدو فيديو عبر انستغرام وهي ترقص على أغنية عد الكلام لسعد المجرد بفستان قصير جدا في شرم الشيخ، وأرفقت الفيديو بتعليق: مساء النور على البنور، تحية مني لشعب المغرب، دي أغنية عد الكلام لسعد المجرد. واعتبر المتابعون أن ما فعلته فيفي عبدو هو تشجيع لسعد المجرد ودعمه، منتقدين ظهورها الفاضح بعدما ارتدت الحجاب حين مرضت واعتذرت عن حضور حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين. وفي سياق آخر، ظهرت فيفي عبدو من أحد مطاعم شرم الشيخ وهي تستمتع بوجبة من السمك بينما كان الشيف يقف إلى جانبها، وقالت فيفي عبدو في الفيديو: سمك سخن ومولع، أنا بشكر الشيف على الأكل الحلو اللي عمله لي النهاردة، بحبكم قوي. سخن ومولع، أنا بشكر الشيف على الأكل الحلو اللي عملوه لي النهاردة، بحبكم قوي. خمسة موا خمسة وليوم خمسة، يلا بقى، أيوة بقى، ألف هنا وشيفة إموا. وسخر المتابعون مرة أخرى من وضعية الصنم التي اتخذها الشيف، مرجحين أنه فقد النطق بعد رؤيته لجرأة فيفي عبدو وملابسها العارية. وأثارت فيفي عبدو بوقت سابق جدلا بين متابعيها بعدما تخلت عن التعري وظهرت بالحجاب وبدون مكياج، ما دفعهم للتساؤل عن السبب والذي تبين لاحقا لهم. وسخر المتابعون مرة أخرى من وضعية الصنم التي اتخذها الشيف، مرجحين أنه فقد النطق بعد رؤيته لجرأة فيفي عبدو وملابسها العارية. وأثارت فيفي عبدو بوقت سابق جدلا بين متابعيها بعدما تخلت عن التعري وظهرت بالحجاب وبدون مكياج، ما دفعهم للتساؤل عن السبب والذي تبين لاحقا لهم. وقالت فيفي عبدو بفيديو نشرته عبر انستغرام: بعتذر لأختي وحبيبتي إلهام شاهين على فرح أمير شاهين، إني أنا ما قدرتش أروحه، أنا أسفة، كان عندي إنفلونزا جامدة جدا، أقول لها ألف مبروك وأسفة جدا. ودائما ما تثير فيفي عبدو والتي اقتربت من السبعين من عمرها الجدل بمقاطعها الساخنة التي ترقص وتتعرى بها في محاولة منها للفت الأنظار إليها بعد أن أكل عليها الظهر وشرب، وأصبح التعري أكثر هو طريقها الوحيدة للفت الأنظار دون احترام لسنها.